من جانبه أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غبريسوس بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للاحتفاء بيوم الضمير العالمي، منوها بما تحمله دعوة سموه من أهداف نبيلة تدعم تعزيز التنوع والشمول والعمل الجماعي من أجل الحفاظ على العالم آمنا. وأكد تيدروس أهمية مبادرة سموه خاصة في مثل هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، والتي تجعل الأمر أكثر إلحاحا من أي وقت مضى للترويج لثقافة السلام بحب وضمير. وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن أمله في أن يسعى الجميع نحو مناصرة التنوع والشمولية والتضامن، وأن تعمل الحكومات بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية لضمان السلام والتنمية المستدامة، والعمل على تشجيع التسامح والتعاطف بين الأفراد وتجاوز هذا الوقت الصعب الذي يشهد فيه العالم انتشار فيروس كورونا. كما عبر عن تطلعه إلى أن تلعب الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظمة الأمم المتحدة دورا في بناء ثقافة السلام بحب وضمير من خلال التعليم وزيادة الوعي العام. وقال إن الوصول الجيد إلى المعلومات يشكل أمرا حيويا في مواجهة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.